هات لي صباحكم يا صبايا، كيفكم؟ طمنوني عنكم، شو اخباركم؟ ان شاء الله كمان مشتقت لكم كثير 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 كثير، ورجعت لكم بفيديو جديد وروتين جديد. طبعا مثل ما انتم شايفين اليوم كنت عم بشتغل، شلت السجاد وشلت سجاد الكريدور، شايفين الكريدور الثاني. هلا بقيان اوضتي واوضه القعده وغرفه ماما. تمام يا صبايا، اليوم كنت عم بشتغل فيهم غير الشكل، سبحان الله. اليوم جاي عبالي بطاطا وتبولة، هي التبولة الشامية طبعا مثل ما انتم شايفين. وهلأ هون يا صبايا حملح البطاطا شوي. انتو كيفكم؟ طمنوني عنكم، شو اخباركم؟ شو عملتوا؟ شو سويتوا؟ شو بتو الصيفي؟ ضبيت الشطوية؟ شو عملتوا؟ هات نشوف. مين عمل رز بازيلا؟ انا والله اولت امبارح عملت رز بازيلا وعملت بازاليا بمرقه كتير طيبه بحبها، عملت وصورت وعن جد ما كفيت التصوير، عرفتوا؟ ما كفيت التصوير، حقكم علي، بعرف اني طولت عليكم بس والله قلت فضل، بس قلت لحالي لا يا بنت ما بصير انك تطولي على متابعينك، بيكونوا اشتاقوا لك كثير كثير، تخيل قلبكم. وانا اشتقت لكم كثير كثير اليوم. طبعا تحديت الكسل وما عندي شيء، قلت لحالي اسمه عندي طبخ وخالصه، يعني ما في شيء، عرفتوا؟ قلت لحالي يا بنت قومي يلا وهمي الهمه وشيلي هالسجاد. ماما تقلي لا لسه بيجي برد، الا لا خلاص، يعني هيك هيك مثل قلتهم، عرفتوا؟ مو مثل قلتهم بس خلص، يعني شوبت الدنيا، ما عاد يجي هالبرد كثير. ايه والله قام اجيت والله وشلت هالسجاد، شلت الموكيتات طبعا، شلت الموكيت وشلت موكيتة المطبخ. قلت لحالي يا بنت يلا، قام والله كان عم بيحاكيني ابو جاد، قال لي لا تشيلي شيء مشان ما يجعك ظهرك وكذا، قلت له لا على الخفيف لا تخاف علي. ايه والله الحمد لله رب العالمين. قال لي المسا بنشيلهم انا وانتي، قلت له ولا يهمك، قلت له شلت على الخفيف. شلتهم اللهم صل على سيدنا محمد، غسلتهم، قلت لحالي اسمها جايه المي، قلت لحالي يا بنت شو، يا بنت اغسلي وخلصي منهم. واسمه الجو بجنن عندي، ما في انه هالبرد وما في مطر الحمد لله، لحالي وبنتي بيتشمسوا منهم، بيتشمسوا ومنهم شو يعني هيك بينشفوا دغري، عرفتوا؟ عم والله ساويتهم خلصت، قلت لحالي يلا يا بنت والله ساويت. غسلتهم طبعا، هذا نعنع يابس، كل ما بجيب جرزة بيبس منه شوي. اللهم صل على سيدنا محمد. ايه والله بقى جيت ساويتهم ويعني فركتهم ليفتهم طبعا، بس ما صورت لكم لانه ما استحكمت بصراحة، عن جد والله العظيم يعني ما استحكمت ابدا 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 اني صور وليف وليف السجاد، ما استحكمت. قالت لحالي يا بنت معلش، حبايب قلبك متابعينك وعيلتك الثانيه ما حيقلوا لك شيء، خلي لي قلبكم يا رب.
بقى سويتهم وخلصتهم وقلت لحالي يا بنت بكره ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بشيل سجاده غرفتي لاخلص منها. هي سجاده واحده عرفتوا؟ الحمد لله رب العالمين. والله قلت لحالي بما اني خالصه ومخلصه الضب الصيفي والشتوي قلت لحالي يا بنت قومي يلا خلينا نشتغل ونهم الهمه. والله قمت وساويت الحمد لله رب العالمين. وهلا اجى على بالي بطاطا وتبوله. مين بيحب هالاكله؟ انا كتير 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 بحبها كتير كتير، خصوصا الخبز. يا ويلي يا ويلي يا صبايا يا ويلي على الخبز، روح قلبي اكل مع خبز كتير كتير كتير. يا عيني شوفوا لي هالمنظر، الله والله غير شكل. نخلط من تحت منطلع عين تحتنا. اي والله فقلت لحالي بما انه عندي طبخ وطابخه امبارح كنت كواج وزايد عندي لليوم، والله قلت لحالي يلا بهم الهمه ويلا يا بنت امي واشتغلي احسن من ضلك قاعده. هلا الكباب صحون. شو طابخين انتو اليوم يا صبايا؟ اكتبوا لي بالتعليقات اللي وصلت معي لهون. لا تنسي يا حبيبه قلبي خلي لي قلبك تحطي لايك تشتركي بالقناه وتفعلي زر الجرس تكتبي لي تعليق حلو مثلك ويخلي لي قلبكم ويجبر بخاطركم وتحققوا كل شيء بتتمنوه يا رب. تخيل قلبكم يا رب. شوفوا لي على هالجو اليوم عندي والله غير شكل ما شاء الله. ما بتحلى التبولة بدون الخسات. يا عيني يا عيني غير شكل. هلا هاي التبولة صارت شو جاهزة. يا عيني ماما اسكب لك اسكب لك تبولة ما بدك ابني عم بيقول لي يعطيكي العافيه على شيلة السجاد يا ماما. وابني لك حتى ابني يا صبايا انبسط بشيلة السجاد وحياة القرآن سبحان الله. وقتي معك وبستنى لحتى ترجع من الشغل لحتى نقعد مع بعض ونحكي.